مين قال إن لما الدنيا تتغير وتتطور ما ينفعش نرجع لعادات قديمة عندنا بنحبها وفعلا في مصلحتنا وفايدتنا الأيام دي؟ من العادات القديمة دي إن إحنا كان كل حاجة بنعملها عندنا في البيت، يعني الطبخ كنا بنطبخ في البيت، العيش وكنا بنعمله في البيت، الحاجات الحلوة وكنا بنعملها في البيت، الخياطة. الله، ده مش بس كده، ده الرجالة بتاعتنا كمان كانت بتقعد تعمل الحيطان وتصنفر الأرضية وتعمل شوية شغل نجارة وسباكة كمان. وكانت دايما كل حاجة بيبقى فاميلي بروجكت، كلهم يعملوا مع بعض وكله بيساعد بعض وكمان بيوفر فلوس وكمان بتخلي الحاجة تتعمل بذمة. على العموم خلينا نحط الأفكار الجديدة دي في دماغنا، أفكار جديدة بس قديمة في نفس الوقت، فكر جديد نقدر نبسط حياتنا ونتبسط بحياتنا برضه. تابعوني كل يوم في مين قال مع ريهام، ورمضان كريم.